ألف ألف مبروك. مالك يا زكي؟ امسك نفسك شوية. امسك نفسي، امسك نفسي ازاي يا معلم؟ واد يا زكي، انا دلوقتي مش المعلم بدر ولا عم بدر، اني عارف حضرة العمدة. مظبوط يا زكي، مش عاوزك تنسى ومش عاوز اي حد ينسى في المدينة كلها. واجب واجب يا عمدة. ودلوقتي كنت عاوز ايه؟ انا مش عايز حاجه، ده انا جاي مخصوص عشان ابارك لك يا عمدي. انا اول ما سمعت الخبر جيت جري على ملوش. انت اصلك واد خايب يا زكي. ايه خايب؟ خايب ليه يا عمدي؟ انت اصلك لو بتفهم كنت عرفت اني هبقى عمده من زمان. ايه بفهم هفهم ازاي؟ ده برغم ان اسمي زكي 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 ابو المفهوميه، انمي عدم المؤاخذه الفهامه عطبه. انت ياد كنت فاكرني قاعد نايم على وداني؟ انا كنت مخطط لها من زمان، بس كنت مستني الفرصه، وهو زغلول اللي اداني الفرصه. اصل انا كنت عارف انه مش هيقبل شنطه الفلوس اللي ورتها له، اصله فقري. عشان كده انتهزت الفرصة وسبقته عند جميل، وكل حاجة مشيت حلاوة وزي ما انا عاوز. يعني انت كنت عارف انهم هيشيلوا زغلول ويعملوك انت العمدة؟ ما هو ما كانش قدام اللجنة غير كده. برضه عدم المؤاخذة الفهامة عطبة. شوف يا زكي، اللجنة لما اجتمعت انا عارف فكروا ازاي، رغم اني ما حضرتش الاجتماع. زغلول في يمه، واحنا كلنا اصحاب المصانع والشركات كلنا في يمه تانية. كان لازم ولا مؤاخذه واحد من الاتنين ينتصر. وعشان ما احنا بندي للمدينه وللجنه كل ارادها، كان لازم احنا اللي نكسب يا زكي. وما كانش ممكن حد يقف جنب زغلول، والا كانت كل الشركات والمصانع قفلت، وساعتها هيجيبوا فلوس منين؟ ها؟ عطبة. اصلها لعبة كبيرة عليك يا زكي، وجايز ما تفهمهاش دلوقتي، لكن اللي عاوزك تعرفه ان القرش ما يتغلبش. القرش يقدر يخرس اي صوت جنبه يا زكي، اي صوت، حتى لو كان صوت زغلول، حتى لو كانت اللجنة نفسها. دلوقتي الواحد يقدر يعمل اللي هو عاوزه وعلى كيف. اسمع يا زكي، ده انا دلوقتي بقيت العمده، وانت عارف العمده مشاغله شكلها ايه، ما بين مطالب الناس والشركات والمصانع، كل ده ممكن يعطلني شويه ويخليني مش فاضي زي زمان. ما تشيلش هم يا عمده، انا موجود. عفارم عليك يا زكي، انا كنت بجهزك لليوم ده، عشان كده انا هسلمك اداره كل حاجه، نادي الفيديو ومعمل نسخ شرايط الفيديو، ده غير البضاعه الغاليه اللي هتوصل قريب وهتتخزن هنا في المدينه، لان مفيش مكان امن من هنا. واني خدامك يا عمدي. بس اسمع يا زكي، انت دلوقتي مش زكي ابو المفهوميه، لا، انت نائب العمدة. هلي لا لا لا، نائب العمدة. امال انت فاكر ايه يا زكي؟ وانا كنت هلاقي احسن منك اعمله نائب عمدة؟ بس انا عاوزك تنسى حكاية زكي ابو المفهومية، وتنسى الكف وكل اللي فات، تمشي راسك في السماء، كلمتك تمشي على التخييم، كلامك اوامر، محدش يقدر يعرضك. أني أيوة، أنت يا زكي، أنت صورتي اللي قدام الناس، وصورتي لازم تبقى نظيفة وكويسة، فاهم يا زكي؟ لازم الناس ما يشوفوش مني غير صورة كويسة. عشان كده أنا عاوزك تقلع اللي أنت لابسه ده وتشيل الكروهات. لكن ايه؟ داني مستعد اغير هدومي كلتي. ده غير انك هتروح لقطك تجيب كل حاجتك اللي هناك،
لانك هتمركز في استراحة العمدة. واستراحت العمدة كمان؟ روح ربنا كتر المية في ترعتكم ولا يمنع اللحمة عن بيتكم. ازاي يعملوا كده؟ ازاي يعزلوا بابا؟ اكيد في غلط. ايوه بابا لازم تروح، اعرف ايه السبب، لازم تدافع عن نفسك. يدافع عن نفسه؟ هم لو عاوزين يسمعوه كانوا شالوه. لا يا نوال، لازم بابا يروح لهم. روح لهم يا بابا وقول لهم. اقول لهم ايه يا بنتي؟ ما هم عارفين كل حاجه. الظاهر ان المبادئ النهارده بقى في حاجات اقوى منها. الشر بقى ليه ناس تدافع عنه وتقف جنبه. بس يا بابا ده انا منعش انك لازم حضرتك تروح لهم. فات الاوان يا بنتي، فات الاوان خلاص. يا اخويا مالك انت ومال اصحاب المصانع والشركات؟ ناس بتشتغل وتكسب، تقفل لهم اكل عيشهم؟ ايش حال لو كانش اراد المدينه كله جاي منهم امك؟ إراد؟ هي الحكاية حكاية إراد يا سميرة؟ أمال حكاية إيه يا زغلول؟ هو كلامك ده هيأكلهم ولا يشربهم؟ يا ما قلتلك يا زغلول، يا ما قلتلك إن الدنيا خلاص اتغيرت، النهاردة اللي ماشي ال ما سميرة أرجوك كفاية بقى، مش عايز أسمع أي كلمة تانية. بابا جه اليوم اللي بقيت فيه متهم، وأنا اللي كنت حاطط الشرف قدامي، بقيت أنا اللي باخد إتوات ورشاوي. أنا لو كنت أخدت إتوات ورشاوي صحيح كنت بقيت شريف وفضلت عمدة. زكي، هنيدي انت بتعمل ايه هنا يا هنيدي؟ انا قاعد مستنيك يا زكي. ايه مستنيني؟ سايب بيتك يا هنيدي ومستنيني؟ بيتي انا خلاص ما عادش ليا بيت، انا جاي اقعد معاك. ايه دي تقعد معايا انا يا هنيدي؟ ايوه يا زكي، اصل انا اتخانقت مع سماره وسبت لها البيت وجاي اقعد معاك. اتخانقت مع سماره وسبت لها البيت وجاي تقعد معايا انا؟ طبعا يا زكي، ده انت اخوي وابن بلدي، انا مليش حد هنا. وبتترجاني كمان يا هنيدي؟ لا يا زكي، انا عشمان فيك مش بترجاك. لا انت بتترجاني، هنيدي بيترجى زكي. هنيدي ابن حضرة شيخ الغفر، الرئيس هنيدي بيترجى زكي. يا عيني هنيدي اتكسر يا رجاله. لا انا ما اتكسرتش، انا رجلي بس اللي انكسرت وهتخيف. لا انت انكسرت واتغيرت هنيدي، وانا كمان اتغيرت، انا بقيتش زكي بتاع زمان. لا انا بقيت زكي بيه، زكي بيه، ما انكسرتش وعمري ما هنكسر. انا قبيت فوق على وش الدنيا، بقيت قوي قوي، فاهم يا هنيدي؟ زكي انت، انا اسمي زكي بيه، زكي بيه، اتعود عليها بقى يا هنيدي. ها بقيت جامد قوي، وعارف كمان انا بقيت ايه يا هنيدي؟ مع اني لا ابويا كان عمدي ولا حتى شيخ غافر، عارف بقيت ايه؟ بقيت نائب العمده الظلم. خد شيل. ايه دي؟ شيل يا هنادي بدلتي، بدله زكي بيه، مش من وكاله البلح ولا حاجه، تمنها 100 جنيه. وشيل كمان دي الشنطة اللي فيها بقية الهدوم، وتعالى ورايا هنيدي. خسيس قال الأصيل تعالى اشتغل عندنا خدام. انت فين يا قطة؟
يا بسمة جده عايز يلعب معاكي شيحة. الله، هي ما ظهرتش طول النهار ليه؟ فين بسمة يا عايدة؟ البنت فين يا دكتورة؟ الله، هو ايه اللي بيجرى في البيت ده؟ انا ما عدتش فاهم حاجة. ما بتردش عليا ليه يا هنيدي؟ ما بتردش عليا ليه؟ هنيدي انت رحت فين؟ هنيدي ده انا ماليش غيرك، سبتني ورحت فين؟ سبتني ورحت فين؟ هنيدي ده انا ماليش غيرك، سبتني ورحت فين؟ سبتني ورحت فين؟ اتفضل اتفضل يا زكي بيه، الشاي اهو. شاي؟ انا ماليش نفس. اه ايه مالكش نفس دي ايه؟ ده انا لفيت على كل المحلات في البلد وكانت مستنكره، لكن انا صممت وجبت لك الشاي عشان اشوف مزاجك، وتجي في الاخر تقول لي مالكش نفس. قرايه يا نادي، قرايه. قلت لك ماليش نفس يعني ماليش نفس. اتفضل شيل الشاي وديه المطبخ. صبرني يا رب على العالم بيه. اتفرج على التلفزيون. ربنا يكرمك. ايه دي؟ جريال انت مش عارف مكانك ولا ايه؟ نسيت يا اخويا مكانك مش هنا. هنا اتفرج يا اخويا اتفرج. شفت يا هنيدي؟ بعدك تتفرج على التلفزيون ببلاش مش بفلوس. الكوارتية احسن. نعم خدي بصري يا هنيدي فتحني فرجني الدنيا. انا عايز اتفرج على التلفزيون والسينما واكل كباب وكفته. يستر خدني معاك مصري. انت هتشتحن تنطحي. طب بلاش يحبسني حتى في الاوضه وقفل عليا بقفلي يا هنيدي واني مش هخرج. يا هنيدي انت يا واد يا حب اسمر يا اسمران. انا ما بعبرش. ايه يا حب مال؟ ايه يا واد ما بتردش ليه على حبيبك؟ انا ما بعبرش. ليه كده؟ طب اقول لك على حاجه زر. قول. بيقولوا في البلد انك مسافر مصر. ايوه انا مسافر البندر. صح. طب مش هتاخدني معاك؟ اخدك معايا. ايوه امال ايه؟ اخدك معايا فين يا بنت انت؟ انت جاي انت يا سمار اخدك معايا البندر؟ امال هتفوتني هنا لوحدي يا روح قلبي؟ يا حبيبه قلبي انا هسيبك هنا في الامان. امان؟ وفين الامان ده اللي من غيرك يا كلاويه وفي الشتي؟ ايوه حبيبه قلبي ما انا ما اقدرش اخدك معايا مصر. مصر واسعه وفيها ناس ياما وانا خاف عليك. تخاف عليا من ايه؟ ما تخافش داني بنت عمك وحبيبتك ومراتك وخدامتك. احب على ايدك تاخدني مصر. استغفر الله العظيم.
على الاقل يعني اتفرج على مصر. انا عايزه اتفسح. خدني مصر يا هنيدي فسحني، فرجني الدنيا. انا عايزه اتفرج على التلفزيون والسيني واكل كباب وكفتي. يسترك خدني معاك مصر. هتشطحي وتنطحي. طب بلاش يحبسني حتى في الاوضه وقفل عليا بقفلي يا هنيدي، واني مش هخرج، مش عايزه اشوف حتى مصر. انا بزياده عليا تبقى انت في وشي على طول، اتصبح بالوش الحلو المسمسم ده يا حبي. خلاص هتاخدني؟ طب سيبيني افكر. طيب فكرت خلاص؟ ايه يا بنت انت هتسرح بيا ولا ايه؟ لا عجب والله. اعملي حسابك انا لما اقول الكلمه اقولها مره واحده بس ولازم تتنفس، انت فاهمه؟ انت نمت؟ نمت يا هنادي؟ انت لسه دينك كبير قوي. ده انت مديني دنيا يا هنادي، ده غير الاربعة. ايوه. ولا هنادي ولا هنادي صمار صمار مين في السهوم يلا الحكاية يا سيد سيد رجل رجل متعورة من ايه؟ أصل الحكاية يا سيد سيد الصوارس صدمتني الصوارس يا سيد سيد سجل الحسين دعاني قمت لبيت ومرجع الله أضحى يعني خلاص يا أمينة يعني بتستخفنيني وتخرجي من غير عمر الحمد لله على السلامة يا ست هانم. شريف أنت؟ أنا مش اسمي شريف، أنا اسمي السيد. أهو حتى بصي شوفي السيد أهو راجع مبسوط من السهرة. أهو بصي. مراته مستنياه عشان تحضر له المية وتغسل له رجليه. مرات السيد بقى ما كانتش بترجع من الشغل الساعة 11 ونص وخمسة، ولا كانتش بتقول له طلقني. يظهر الناس بتوع زمان كانوا مغفلين ساعتها، ولا يمكن السيد مزودها حبتين يمكن. تعالى هنا السيد جعان ومستنيك لما ترجع من السوبر ماركت عشان تجهز له العشاء. السيد جاب لك فلوس كتير امينه، السيد جاب لك فلوس كتير عشان ما تقولولوش طلقني. فلوس كتير كتير قوي امينه. اهي يا امينه فلوس كتير يا امينه. خدي يا امينه خدي فلوس كتير يا امينه، جبت لك الفلوس اللي انت عايزاها اهو يا امينه. اهي خدي يا امينه الفلوس اهي، خدي عشان تصرفيها وتعيشي. خدي يا امينه خدي خدي، السيد جاب لك فلوس عشان تحبيه زي ما بتحب الفلوس يا امينه. خدي يا امينه اهي يا امينه الفلوس اهي. خدي انت عارفه ليه ابوك طردوه من العموديه؟ عشان ما هوش فلوس كتير زي دي، عشان لما راحت له الشنطه ما رضيش ياخدها. امينه خدي فلوس امينه فلوس امينه خدي. طلع مغبل لكن انا بقى انصح منه، كان فاكر السيد حقيقي لكن ده السيد مات مات من زمان. خدي امينه خدي فلوس اهي، كل الفلوس دي ليك يا امينه. خدي يا امينه خدي كل الفلوس ليك يا امينه كل الفلوس ليك. Thank you.
كل اللي خططنا له حصل. انا نفذت كل طلباتك، المدينه كلها بقت بين ايديا، قصدي بين ايدينا احنا الاثنين. بدر ما تنساش دايما انك فاهم زي الخاتم في صباعك. اطمني. ودلوقتي بقى اول قرار هتاخده بصفتك العمده، عارف ايه هو القرار ده؟ لا، طرد هدى وفاطمه من المدينه. لازم نكون حازمين يا بدر، وكمان عشان مسعود ما يتجوزش فاطمه. يا سلام يا سلام على افكارك. القرار ده انا هاخده حالا، بس اللجنه. مفيش لجنه، خلاص انت العمده وانت اللجنه وانت كل حاجه. حتى لو اللجنه قالت لا انت توافق، ولو اي حد اعترض انا المسؤوله. هلا هلالي. نعم نعم يا سعاده البيه. زوم يا هلا. نعم يا بيه. تاخد الورقه دي وتروح تسلمها للبشمهندسه هدى وترجع حال. يا بس عدم المؤاخذه يا سعاده البيه في دي الكلمه، الورقه دي فيها ايه؟ فيها ايه؟ فيها قرار طرد البشمهندسه وامها من المدينه. طردوهم؟ ليه؟ لا ولا هنادي تتحقق معايا ولا ايه؟ اللي اقول لك عليه تروح تنفذه وتيجي حال. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا نوار، يا نورت الدنيا كلها. يا سلام، ما هنش علينا والله يا سعاده البيه نكون قريبين من حضرتك وما نجيش نطمن عليك، اصل انت في الواقع راجل سكره. ثانك يو. تانك تانك ايه؟ انا ما اسميش تانك، ادي عيب الجيل الجديد يبقوا قرايب وما يعرفوش بعض. والحقيقه للاسف انا لسه ما اتشرفتش. ما انت غلطان بقى اهو يا ملواني، مش تعرفوا علينا. فعلا. ملواني مراتي شكريه، احنا قرايب باشمهندس محمود لازم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا ملواني وشكريه. اهلا وسهلا. انا سمعت ان هو ساب البلد وبعد حادثه ال يا عيني. شحتفته شتتته في كل حته يا عيني، منها لله منها لله. وعشان كده يا سعاده البيه احنا ما يجيلناش نفس نقعد في البيت ابدا من يوم ما مشي من البيت. حتى ما فيش اكل في البيت. لا صح الكلام ده؟ لا يعني قصده يقول ان احنا ملناش نفس ناكل في البيت. ايوه فعلا يا اخي. نقعد في البيت يجيلنا سدت، نخرج بره البيت نفسنا تتفتح ازاي ما تعرفش. سعاده البيه حتى احنا النهارده بالذات ما جالناش نفس للفطور مطلقا. بس واول ما جينا هنا بصينا لقينا عصافير بطننا بتناولوا. متهيألي سيانتك لسه ما فطرتش. لا هو الحقيقه انا ما بفطرش. ما بتفطرش ازاي يعني؟ بكتفي بفنجان نسكافيه. فيسكافيه؟ تقعد على لحم بطنك شقيان للنهار بفنجان فيسكافيه؟ غلط غلط يا سعاده البيه، ده انت كده بعد الشر بعد الشر يجي لك اريبيا. اريبيا ايه؟ انيميا، اسمها انيميا. يعني هي اللي هي فيسكافيه صح. وفي حاجه كمان عايز الفت نظر سيانتك ليها. في مؤتمر الاطباء العالمي الاخير قالوا ان اهم وجبه في اليوم هي وجبه الفطار. صح صح، مش هحرمك منها، انا اقوم اعمل الفطار حالا. لكن بس انا عايز اقول. لا خليك مستريح خليك مستريح، خليك على راحتك، انا هخش المطبخ اعمل الاكل واجي على طول. لا مش هي في الوش. ما تتعبش نفسك، هي تعرف المطبخ فين. حاسه الشم. اهلا اهلا هدى. شوفي مين يا هدى. هنيدي ايه اللي جابك دلوقتي؟ صباح الخير. صباح النور. انت ازاي تيجي وانت رجلك وجعاك؟ انا ما كنتش عايز اجي، بس زكي بقى بالمفهوميه هو اللي قال لي يعني. طب ادخل ادخل يا هنيدي ادخل. انا ما كنتش جاي خالص، بس هو اللي صم. ادخل. طيب اقعد، انت نسيت ان رجلك مكسوره. ادخل. ملوش لازمه الدخول، انا جاي في الماموريه. يا اهلا يا اهلا. اهلا تعالى يا هنيدي. ازيك يا مرات عم؟ اهلا بيك. ازاي صحيت؟ اتفضل اقعد استريح. اقعد في ايه؟ على الكرسي. على الكرسي؟ اقعد يا هنيدي. بس انا خايف للبنطلون يتسخ. اعمل لك فطار؟
انا كان نفسي افطر بس العلم اللي هنا تسد النفس. طب اعمل لك شاي. اعملي شاي ولا اقول لك بلاش الشاي؟ ملوش لزوم. انا جاي من حد ابويا العمد عم بدر، واصل هو اداني يعني امانه كده وصلها لكم. هي حته ورق. ايوه. لا مش دي، مش دي. انا عارف التاني، انا عارف التاني. ايه؟ لا ده الكبريت. دي حته ورقه. الله، راحت في ايه؟ شلتها فين يا هنيدي؟ شلتها فين يا ايوه اهي اهي. ليه كده؟ ايه ده؟ انا مش فاهمه حاجه. وتفضل اطلع بره وبقى فهمه ان المدينه مش بتاعته، يتصرف فيها زي ما هو عاوز. مظبوط كده. احنا نقعد زي ما احنا عايزين ونخرج وقت ما احنا عاوزين. تمام كده. ومفيش قوه في الدنيا تقدر تخرجنا. وتفضل اطلع بره. لا ليه كده؟ اتفضل اطلع بره بقول لك. ليه بس؟ قوم اطلع بره. ايه يا ناس في ايه؟ اطلع بره ليه؟ ايه؟ عايزين تطردونا؟ ده بعضهم. اتفضل اطلع بره. ليه كده؟ بقول لك اطلع بره. اتفضل. خير انت تعمل شر انت. لا اتفضل بلاش كتر كلام. اطلع براحة عليا، هتبقى رجلي وايدي. اطلع بره. انا ما بعبرش. ذوق زي ما انت. انا ما بعبر. اطلع. يطردوهم؟ يطردوهم ازاي؟ زي الناس يا حبيبتي. ازاي يطردوه؟ بأي حق؟ بدر مش من حقه يعمل كده ابدا. انت ناسي ان بدر هو العمده؟ يعني ايه العمده؟ يعني عمده. عمده مش زيك انت، عمده من نوع تاني خالص. ده كلام فارغ وتهريج. الموضوع ده مش هيحصل ابدا. انا رايح له حالا. انا جاي معاك يا بابا. الحقوا جده، الحقوا جده. رجع يخرف تاني بعد ما عرف ان هدى مامتها انتردوا. ما هو كان لازم يعرف. امال فين مراتك يا اخويا؟ سوله دي في رحله سياحيه بتزور الاقصر. خراشي لوحدها؟ ايوه. ازاي يا راجل كمان بتقول ايوه؟ معقول تسيبك لوحدك في البيت وتروح تزور الاقصر؟ لا لا يا جميل بيه لا. وايه لا يا اللي انت بتعمله ده؟ ايه اللي انا عملته؟ حد في الدنيا يسيب مراته تسافر لوحدها مع ناس اغراب يا راجل؟ يا جماعه اولا دول مش اغراب لانهم معرفه من زمان، وبعدين دي مش اول مره تسافر لوحدها. يا عيب الشوم، بتسيبها تسافر لوحدها كده وتهون عليك وكمان بتقول مش اول مره؟ يا جماعه سوله اصلها متربيه في امريكا، والمفروض ان يعني في امريكا. لا لا انا ما كنتش متوقع اسمع منك الكلام ده. افرض يا اخي انها اتربت في امريكا. ها افرض. ايوه دلوقتي متجوزه راجل وفي رقبه راجل، لازم تحترمه وتحترم ناسه طبعا. بعدين في حاجه مهمه كمان لازم تعرف، ان امريكا حاجه ومصر حاجه تانية. طبعا لازم تبقى زي ستات مصر طبعا. لا يا جميل بيه لا، عايز الناس تقول ايه؟ مش عارف يحكم مراته؟ مش عارف يشكمها؟ ولا عاوزهم يقولوا انها بتنشي كلامها عليك؟ اخس اخس. ليه كده يا جميل بيه؟ تعرف الناس هتقول ايه لما تعرف ان دي سافرت لوحدها؟ او تتغمز وتتلمس؟ اللي اقول يا اخويا، هي سافرت مع الناس دول فيهم رجاله؟ ايوه. يا عيب الشوم، كمان بتقولها بعظمة لسانك؟ سافرت مع رجالة كمان؟ يا جماعة الصورة دي مراتي وأنا أنا واثق فيها. لا يا جميل بيه لا، أنا ما كنتش فاكر أبدا إنك كده. أنت عارف كويس أوي شغل الخواجات وما أدراك ما الخواجات. الصورة أنا ما أعرف.
انت لازم تحط نهايه للموضوع ده. ايوه يا بيه، يا اما تبقى زي ستات مصر يا الله. احنا بقى نجوزك ست سته. اذا قال لا مؤاخذه على عروسه الجديده ما تحملش هم، احنا مش هنمشي من البيت ده الا لما نطلقك ونجوزك. انت ازاي اخدت قرار زي ده؟ لاحظ انك بتكلم عمدة المدينة. يا سلام، يعني ايه بيكلم عمدة المدينة؟ يعني عاوز يقدم لك طلب على ورق الدمغة؟ ارجوك يا انسة نوال اهدي، خلينا نتفاهم بالراحة احسن. انا اتخذت القرار ده لمصلحة المدينة. مصلحة المدينة؟ لا فهمنا لحسن، احنا فهمنا على قدنا. افهمكم، طبعا انتوا فاهمين ان فاطمة متهمة. ده اتهام ملهوش اي دليل. يا انسة نوال اديني فرصة اشرح لكم. انا من ناحيتي مقتنع ان ده مجرد اتهام، لكن بقية السكان مش مقتنعين ولا يمكن هيقتنعوا، لان كل الناس بتقول ان هي اللي قتلت جوزها. يقولوا اللي يقولوه. يعني ايه؟ حضرتك عاوزني اتحدى الرأي العام؟ يا سلام، الرأي العام. قال الرأي العام. قال ايوه الرأي العام. وهم الناس ايه غير الرأي العام؟ والرأي العام مجمع على انها مجرمة ومذنبة، وانا تحقيقا لمطالب الرأي العام قررت طردها. انا مفيش بيني وبينها اي خصومة، وجودها او عدم وجودها ما يأثرش فيا بحاجة، لكن استاذ بدر سيبك بقى من اللف والدوران ده، هي الحكاية بالظبط؟ الرأي العام ده الرأي العام اللي على مزاجكم انتوا، لكن انت مش من سلطتك ابدا طرد اي ساكن من المدينة، لا انت ولا اللجنة. يعني ايه؟ يعني حضرتك اتخذت قرار مش من حقك انك تاخده. فاطمة وهدى قاعدين في المدينة مهما حصل، ده من ناحية. ومن ناحية تانية احب افهمك ان لعبتك وكونك بقيت العمدة ده مش هيمنعني ابدا من كشف الانحرافات اللي في المدينة، بالعكس ده هيسهل عليا مهمتي، واي انحرافات هكتشفها هبلغ عنها النيابة وانت اولهم. عن اذنك يا بدر بيه. ايه رأيك يا زكي؟ الجدع ده هيفضل ورانا؟ بسيطة، نطرده. نطرده؟ منين؟ منين؟ نطرده من المدرسة. وطبعا لما هيطرد ويلاقي نفسه من غير الشغل هيجوع وهيضطر غصب عن عينه يسيب المدينة. فكرة هايلة يا زكي. وطبعا انت من حقك انك تطرد اي مدرس او اي ناظر من المدرسة، خصوصا ان المدرسة مش ميري. وفي قرار مهم تاني لازم تتخذه حالا. قرار ايه يا زكي؟ نتعاون مع سبع الليل. سبع الليل؟ ايوه، ابو سريع. ليه؟ يقول لي ليه؟ عشان يبقى تحت ايدك قوة جامدة تنفذ بها قراراتك من غير ما حد يقولك لا. لا 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 لا، ما تقلقيش ابدا يا فاطمة هانم، مفيش مخلوق هيقدر يمس شعرة منكم طول ما انا موجود. ده بعده، بدر ده فاكر نفسه ايه؟ اهدي بس يا هدى، الامور ما بتتخدش بعصبية كده، وبعدين بابا راح له النهاردة وفهم انه مش من حقه ابدا انه يتخذ موقف زي ده. بصراحة يا أستاذ زغلول انا مش عارفة اشكرك ازاي. لا 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 لا، ما تشكرنيش ابدا يا فاطمة هانم، ده واجبي. ها قلت ايه يا ابو السباع؟ وهتدفعوا لي في الشغلانه دي كام؟ لا الناحيه دي ما تعتلش ابدا اللي انت عاوزه، بس انا ليا شرط واحد. ايه هو؟ ما تسمعش كلام حد الا انا وبس. انت؟ ايواني يبقى اتفقنا. بابا بابا بابا، ايه جدو اختفى، جدو اختفى.
حسيت اني تعبانه، دخلت ريحت شويه في اوضتي يا دوب نص ساعه، قمت عشان اطمن على جده ما لقيتوش في سريره، دورت عليه في كل حته ما لقيتوش، ده فاقد الذاكره يا بابا، يعني لو نزل ممكن يحصل له حاجه، انا خايفه قوي، يا ريتني ما كنت نمت، يا ريتني ما كنت نمت. ايوه بس يعني هيكون راح فين؟ مش عارفه، انزل دور عليه يا بابا، انا خايفه على جده قوي، خايفه عليه. يا اختي اطمني، زمانه راجع هيروح فين يعني؟ يا ماما ده فاقد الذاكره، عارفين يعني ايه فاقد الذاكره؟ مش قلت النهارده الصبح رجعت له الذاكره؟ ايوه، ولما سمع ان ام هدى هيطردوها بقى مدهوش وبقى مذهول ومش عارف يقول ايه، ده حتى كمان ساعتها ما كانش عارف اسمي. انا لازم انزل ادور عليه، استر يا رب استر. مين؟ عصام. ازيك يا شريف؟ اهلا يا عصام. مالك عامل في نفسك كده ليه؟ لا ما فيش، تعبان شويه بس. يا سلامتك. ايه يا شريف؟ بقالك كام يوم ما جيتش المزرعه يعني؟ كنت تعبان شويه بس يا عصام. الناس العمال اللي عندك في المزرعه جم سالوا عليك. يعني ما سالتنيش ليه؟ شريف في وباء عندك في المزرعه. وباء؟ ايوه، البقر اللي في المزرعه جت فيه حمى. في الستين داهي. ستين داهي يعني ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ بقول لك في الستين ده. ايه يعني المزرعه؟ ايه ده؟ انت عيان؟ لا انا مش عيان، وانا عارف كل كلمه بقولها كويس قوي. خلاص ايه مزرعه؟ مزرعه بلا فقر بلا خيبه، خلاص انا ما بقتش محتاج للمزرعه دي. انا عندي فلوس. ايه؟ فلوس كتير يا عصام. هي ايه ده؟ فلوس. جبت الفلوس دي منين؟ من تفتيح المخ من الهوا. ما انا دلوقتي بقيت اسرق الكحل من العين. شريف اوعى تكون هتديني مواعظ مش كده؟ وهكون مشيت في الطريق البطال. يا اهلا يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا يا سبع الليل. يا اهلا بيك، اتفضل. تشرب ايه؟ خلينا في المهم. هل بت مزاكي فهمك على كل حاجة؟ احب اسمع الكلام مرتين. شوف يا ابو سريع، انا عاوزك تبقى من رجالتي انت ورجالتك. ما فهمش. يعني تنفذوا اللي اقولك عليه. برضك ما فهمش. شوف يا ابو سريع، انا عاوز احكم المدينه بايد من حديد. عاوزك تعمل لي هيبه، تعمل لي احترام، ده غير ان اول كل شهر تطلع على كل شركه وكل مصنع وكل محل، كل شركه 1000 جنيه، كل مصنع 1000 جنيه، كل محل برضه 1000 جنيه. وده باسم ايه؟ سميها زي ما انت عايز، اتوات، مخالفات، ضرائب، زي ما انت عاوز. وعمولت؟ عشرة في المية. خمستاشر في المية. ما انا ما اقدرش ادفع اكتر من كده. 25. خمسة وعشرين. خمسة وعشرين. ماشي يا ابو سريع. ودلوقتي نجيب رغيف عيش وشوية ملح. رغيف عيش وشوية ملح عشان ايه؟
عشان ناكل عيش وملح سوا. حلو.